حول في مباراة اليوم. صلاح مرة أخرى محاصر يلعب كرة. الله، هدف جميل لروما، كرة في مقتل، صفروا عليه صافرات الاستهجان. محمد صلاح جول أم لا؟ صلاح الكرة المصرية، فخر الكرة العربية، كامل الأوصاف. 3-1 كان ليفربول في 2003-2004 وكان 2-2 كان تعادل. مرة ثانية صلاح ممكن يسجل. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا أنا بقول لحضراتكم إيه، اتفرجوا أحسن. مهما وصفنا ومهما اتكلمنا مش هنحكي ولا نزيد ولا نعيد، لكن محمد صلاح بقدم يسرى لا تخطئ ابدا، لكن لاول مره هو بيتفوق ويسجل. كره من محمد صلاح بعيده، ادرسون يتدخل وصلاح، صلاح جول شبانه حطانه. يا سلام يا سلام، تعظيم سلام تعظيم سلام. محمد صلاح بكل غرام، محمد صلاح نجم النجاح، فخر العرب، هو فخر العرب. لكن في مباراتين ممكن ان الله 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 الله، ابو صلاح يمسي على الجميع بهدف عالمي من لاعب عالمي، إنه محمد صلاح. يتقدم محمد صلاح ويسجل هدف رائع وجميل في مرمى ليفربول. بدفاع فان دايك متابعة، أتوقع أبوه خطير، لمس على اليمين أبو صلاح والتصويب والهدف جول. الهدف الأول أبو صلاح يسجل. أعزائي المشاهدين، هدف التقدم. المهارة غير والأداء غير والشكل غير. الله عليك يا ولد، الله عليك يا فنان، الله عليك يا ساحر، الله عليك يا موهوب. ناحية تشامبرلين على الجهة اليمنى يستلمها محمد صلاح، هاي صعبة صلاح. أولا ما هذه الروعة والبراءة وهذا الجمال يا صلاح، وهذا الجول في منتهى الروعة في الزاوية البعيدة من أمام غويتا. جول، لمسة سحرية ولا أروع، وتسديدة ولا أروع كذلك من محمد في الزاوية 90. الهدف السابع. ساديو ماني عنده الكرة الآن، يبحث عن التوزيع، خطير الكرة في القائمة الثانية توصل لصلاح. با 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 با. يا سلام على الروعة، يا سلام على البراعة في الاستلام. محمد صلاح يستلمها بروعة ودوران على الطائر ويسددها في الجول ويسدد هدفه 20. نعم تستحق هذه الكرة وهذه اللعبة سجدة وركعة. بل بعد ذلك تلعب للأمام والكل والتسديدة قوية. جول جول. الله يا صلاح، الله يا صلاح، هدف جميل للفرعوني محمد صلاح ويسجد لله. هذه استلام كهرباء، صلح كرة حلوة صلاح. يا ولد يا يا صلاح يا صلاح يا علبي يا صلاح يا علبي، هي لدغة العقرب. محمد صلاح يعملها ويسجل في الدقيقة 65. روعة عن طريق محمد صلاح النجم العالمي صلاح.